هذا موجز أخبار الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. وجهت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني دعوة رسمية لنظيرها العراقي محمد شياع السوداني لزيارة إيطاليا، مؤكدة تطلعها إلى شراكة عميقة واستراتيجية مع العراق في جميع المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص، في إشارة إلى تأجيل مفتوح يراعي خصوصية الاعتراضات السياسية والشرعية. نفت وزارة التجارة ما يتردد من شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها المواطنين لغرض تخزين المواد الغذائية تحسبا للظروف الطارئة، مطمئنة العراقيين على لسان المتحدث محمد حنون بتوفير خزين كبير وجيد لمواد السلة الغذائية. يقول موالون ومراقبون مستقلون إن المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء السوداني أثاروا اتهامات تجسس مكتبه في محاولة لإضعاف شعبيته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العام المقبل. من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الوفيلي أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصبح جاهزا على المستوى الداخلي والخارجي بأن يكون رجل المرحلة القادمة. أفادت وزارة الداخلية الاتحادية بتفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية في محافظة نينوى بالتنسيق مع مديريات مكافحة المخدرات في إقليم كردستان، والقبض على 3 من المتهمين وضبط حوالي 30 كيلوغراما من المواد المخدرة. أخيرا كشف موقع أكسيوس الأميركي عن طلب حزب الله من إيران مهاجمة إسرائيل، موضحا أن الأخيرة بلغت حزب الله أن الوقت ليس مناسبا لشن هجوم على إسرائيل. الموجز انتهى، في أمان الله.